هل الطبقة السياسية الحاكمة وحتى الطبقة السياسية المعارضة الآن تفكر في مصلحة العراق عندما نتحدث عن العلاقات الخارجية، أن تفكر في مصالحها الذاتية وفي مصالح من يدعمها خارجيا؟ أنت تطرح موضوع جدا مهم. نعم، خطيئة الطبقة السياسية أو بعض التيارات في الطبقة السياسية أنها ما زالت تفكر بالانتماء الأيديولوجي، بالانتماء العقائدي، بالانتماء المذهبي، وهذا أثبت كوارث بالنسبة للعراق. عندما كان الانتماء الأيديولوجي بعد 58 شيوعي، وعندما كان الانتماء الأيديولوجي بعد 63 قومي، وعندما كان الانتماء الأيديولوجي اليوم مذهبي ديني أحزاب إسلامية وغيرها، الأيديولوجيا دائما تأخذنا إلى الجمود العقائدي والتعصب العقائدي. احنا نبحث عن الانفتاح على المصالح المتبادلة بين العراق وبين الدول. شوف دول الخليج العربي، المملكة العربية السعودية حليف استراتيجي الأمريكا منذ 1948 عندما اجتمع روزفلد ويا الملك سعود. اليوم السعودية عندها علاقات استراتيجية مع موسكو، عندها علاقات استراتيجية مع أوروبا، عندها علاقات استراتيجية وثيقة مع أمريكا. الإمارات نفس الشيء، عندها علاقات استراتيجية مع أمريكا وتحالف وثيق، لكن في نفس الوقت عندها علاقات وثيقة مع موسكو. نفس الشيء قطر، نفس الشيء الكويت. يعني بمعنى لنذهب عن هذا التحجر والجمود الأيديولوجي والسياسي، لنذهب إلى الانفتاح. أنا اللي يهمني مصالح العراق الاقتصادية. أجيب لك مثل آخر، الصين. الصين كانت تعيش كوارث قبل ما يعني من كان ماوتو سي تونغ والكتاب الأحمر والأيديولوجية والعقائد والجمود العقائدي والإمبريالية الأمريكية نمر من ورق وكل هذا الفوضى الفكرية. مات ماوتو سي تونغ، بدأت الصين عصر جديد من الانفتاح الاقتصادي وأنهت الجمود العقائدي وذهبت إلى اقتصاد السوق المفتوح الاشتراكي اللي هو نظرية ليبرالية اقتصادية. مع الأسف في العراق هناك عدم وضوح عند الأحزاب السياسية الإسلامية في النظرية الاقتصادية. هي لا تؤمن في الأساس، يعني إذا نأخذها كأحزاب إسلامية ونرجع لجذور الإخوان المسلمين اللي هم أسسوا فكرة الحاكمية لله وانتقلت إلى إيران وولاية الفقيه وغيرها من الأحزاب الإسلامية الأخرى. هذه الأحزاب لا تؤمن بالنظرية المعاصرة للدولة. هذه الأحزاب لا تؤمن بالفصل بين السلطات، لا تؤمن بالنظرية الاقتصادية المعاصرة لاقتصاد السوق. هذه الأحزاب لا تؤمن بالنظريات الاجتماعية المعاصرة. فهناك خلل. يعني هذه الأحزاب جاءت في العراق بعد 2003 واستلمت السلطة، استلمت السلطة بدستور ليبرالي ديمقراطي، لكن هي جيد دكتور.